أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى. مساء الخير على كل طلابنا الأعزاء، مساء الخير على كل مدرسي التاريخ على مستوى الجمهورية اللي هيتابعونا، واللي احنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. حلقة النهاردة إن شاء الله في التاريخ للثانوية العامة هتكون تحت عنوان نزول الحملة الفرنسية على مصر وآثارها، ويكون في ضيافتنا في هذه الحلقة دكتورة ديانا نصر. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. تمام الحمد لله. يكون معنا ايضا في الحلقه مستر محمد حسن. مساء الخير يا فندم. مساء النور زحمه. اهلا وسهلا بك. اهلا بك يا حبيبي. ان شاء الله حلقه موفقه وتمنياتي القلبيه بمشاهده ممتعه لكل طلبه الاعزاء اللي بيتابعنا دلوقتي. زي ما قلنا من شويه، عنوان الحلقه عندنا النهارده هو نزول الحمله الفرنسيه على مصر واثارها، وهنتناول هذه الجزئيه من خلال بعض الاسئله المقاليه التي تبدو في شكلها مقاليه، ولكن الهدف الرئيسي منها هو القاء الضوء على بعض النقاط بالشرح في هذه الجزئيه. نبدأ الحلقة مع بعض ونشوف كده السؤال الأول اللي هنوجهه لدكتورة ديانا، والسؤال بيقول ما أوجه الشبه والاختلاف بين مقاومة أهالي الأسكندرية وأهالي عكا للحملة الفرنسية؟ تفضل يا دكتور. في البداية طبعا بنقول إن أوجه الشبه كلاهما قاوم ضد المستعمر، كلاهما بذل قصارى جهده من أجل طرد الاستعمار من بلاده، كلاهما كانت مقاومات منظمة، يعني بمعنى أن كلاهما له قائد. فنلاقي مثلا أن الحملة لما نزلت على الأسكندرية قاومها الأهالي بقيادة السيد محمد كريم، وكمان لما نزلت الحملة إلى الشام ووصلت إلى عكا قاومها أهالي عكا بقيادة أحمد باشا الجزار. إذن كلاهما له قائد. أما بالنسبة لأوجه الاختلاف، فنلاقي بالنسبة لمقاومة الحملة في مصر هي لم يكن لها أي مساعدات خارجية، فنلاقي إنها كمان فشلت، كمان ما كانش في أي تحصينات في مصر. بينما بالنسبة لأهالي عكا فنقول نجحت المقاومة، وده بفضل وجود مساعدات خارجية اللي هي كانت من الأسطول الإنجليزي اللي على شواطئ البحر المتوسط، بالإضافة كمان لوجود تحصينات. طبعا احنا عارفين إن عكا كانت لها أسوار عالية، والتحصينات كانت سبب كبير في نجاحهم، بالإضافة كمان إلى وجود خلينا نقول بعض الظروف الطبيعية اللي أدت للمساعدة، زي مثلا انتشار مرض الطاعون اللي حصل في جنود نابليون. ولكن في النهاية هنقول نجحت مقاومة أهالي عكا. شكرا لحضرتك. جميل جدا دكتورة ديانا. ننتقل للسؤال الثاني مع مستر محمد حسن، والسؤال بيقول أيد صحة العبارة الآتية: اختلف موقف المماليك من الحملة الفرنسية على مصر في عهد كل من نابليون وكليبر. تمام. فعلا حدث موقفين هنا مع الحملة الفرنسية. تمام. الموقف الأول عندما حدث في عهد نابليون، عندما دجا إلى الصعيد للقضاء على المماليك لخطرتهم على نهر النيل، والملاحة طبعا كانت بتأتي من إيه؟ من الجنوب إلى الشمال، فكان خطرا على التجارة الداخلية في مصر. فقام طبعا بعرض على المماليك بزعامة مربك بأن يحكم الصعيد مقابل تمام تحت اشراف فرنسي، تمام، يكون خاضع لمين؟ لحكم نابليون. طبعا مراد بك رفض في هذا الموقف، تمام، فدار بينهما معارك وانتهت بانتصار مراد بك. ناتي عند الموقف الثاني يا شباب. طبعا الموقف الثاني حدث في عهد كليبر عند حدوث ثوره القاهره الثانيه في مارس وابريل 1800. طبعا اهالي القاهره قاموا بثورات وقاموا بهجمات على المعسكرات الفرنسيين. تمام. طبعا كليبر جه في نهاية الثورة استطاع ان يخمد الثورة في القاهرة والوجه البحري، لكن في الوجه القبلي طبعا ما قدرش يتجه الى هناك. طبعا اتفق مع مراد بك بزعامة هو زعيم المماليك بان يخمد الثورة في الوجه القبلي في الصعيد. طبعا مراد بك وافق، تمام، بقابل ان يحكم الصعيد بحرية، تمام، دون التدخل العامل او الحكم الفرنسي. شكرا. جميل جدا مستر محمد. ننتقل للسؤال رقم 3، والسؤال للدكتورة ديانا بيقول لي ما الآثار السياسية والاقتصادية التي ترتبت على حصار الأسطول الإنجليزي للسواحل المصرية؟ احنا عندنا في آثار سياسية وآثار اقتصادية. السؤال ده بنسميه من الأسئلة المركبة، يعني بيبقى زي سؤالين في سؤال واحد. بالنسبة لو بصينا للآثار السياسية، طبعا حصار الأسطول الإنجليزي لشواطئ البحر المتوسط قطع أمال فرنسا فإنها هي اللي تقوم بالسيطرة، كمان قطع أمال فرنسا في تقويض الإمبراطورية الإنجليزية وإقامة إمبراطورية فرنسية بدلا منها في الشرق.
وكمان بنقول قطع أمال فرنسا في تعويض فقدانها لمستعمراتها الموجودة في الهند، يعني زي ما بنقول كده أنها بمثابة بداية النهاية للحملة الفرنسية. كمان من ضمن الآثار السياسية نقول أن حصار الأسطول الإنجليزي كان له نتيجة اللي هي ثورة القاهرة الأولى، ودي طبعا من الآثار السياسية. طب ليه ذكرنا الثورة هنا؟ لأن ثورة القاهرة الأولى كانت نتيجة أن الأسطول لما اتدمر اتقطعت إمدادات فرنسا، فاضطر هنا نابليون أنه يفرض الضرائب على المصريين، وده أدى إلى قيام الثورة. فإذا أنا هنا بجيب النتيجة النهائية اللي هي الثورة لأنها أثر سياسي. كمان من ضمن الآثار السياسية أصبح لمصر سياسة خارجية، لأن قام نابليون بعقد علاقات مع شريف مكة لما كان حابب أنه يتجه للناحية التجارية. دي الآثار السياسية. أما بقى الجزء الاقتصادي، فعندنا في الأول طبعا قطع إمدادات أو حرمان الحملة من إمدادات فرنسا لها، وده طبعا أثر اقتصادي. وحصار الأسطول الإنجليزي للشواطئ قطع التجارة الخارجية عن طريق البحر المتوسط، واضطرت هنا الحملة أنها تقوم بالتجارة عن طريق البحر الأحمر، وعقدوا علاقات مع الدول المطلة على البحر الأحمر زي سنار ودارفور وزي كمان بلاد الحبشة وغير كده كمان دول الشمال الأفريقي. شكرا لحضرتك. جميل جدا دكتورة ديانا. ننتقل للسؤال الرابع مع مستر محمد حسن، والسؤال بيقول لي بما تفسر كانت الدول الأوروبية سببا في خروج الحملة الفرنسية من مصر في عهد نابليون مرتين؟ فعلا المرة الأولى عندما حدث تحالف الدولة العثمانية بين إنجلترا وروسيا لإخراج الحملة الفرنسية من مصر بالقوة العسكرية، تمام، فقامت الدولة العثمانية بإرسال حملتين، حملة بحرية وحملة برية. طب الحملة البرية دي هتيجي منين؟ هتيجي من جهة الشام، والحملة البحرية هتأتي أو تتجه إلى الإسكندرية. لكن عندما علم نابليون بذلك خرج إلى الشام للقضاء على الحملة البرية، وعند إثناء رجوع من الشام برضه قضى على الحملة البحرية عند خليج أباكين. نيجي المرة الثانية، عندما طبعا هنا طبعا الدولة النمسا وحلفائها طبعا ظهروا في أوروبا، تمام، استغلوا غياب دولة إنجلترا بانشغالها مع قضاء على فرنسا في حوض البحر المتوسط وفي مصر. طبعا النمسا هنا طبعا عملت خطورة على فرنسا، وعندما علم نابليون بذلك قرر العودة إلى فرنسا سرا، تمام، لمواجهة المتاعب التي تعرض لها حكومة الثورة الفرنسية مع النمسا وحلفائها. طبعا وترك قائد الحملة هنا أصبح وجوده هو كليبر اللي هو كان النائب أو المساعد بتاعه، فتولى القيادة ورجع نابليون إلى فرنسا سرا. ده الموقف الثاني. فكده حصلنا على الموقف الأول، الموقف الثاني في حدوث الدول الأوروبية في خروج الحملة الفرنسية من مصر مرتين. شكرا. جميل جدا مستر محمد. ننتقل للسؤال رقم 5 مع دكتورة ديانا، والسؤال بيقول لي ما تقييم حضرتك لمصداقية هذه العبارة؟ وقفت دواوين الأقاليم على قدم المساواة مع الديوان العام. تقييمنا للعبارة العبارة الصادقة. نقدر نقول هنا لو بصينا على التكوين هنلاقي تكوين ديوان العام هو بيتكون من أعضاء من ديوان القاهرة مع أعضاء من دواوين الأقاليم. إذن هنا العضوية مشتركة، فده اللي بيخلينا نقول إن هما هيمشوا فعلا على قدم المساواة. ثانيا إن في نقطة، الاتنين هيقوموا بدور اقتصادي وهيقوموا بدور اجتماعي. فلو بصينا كده على دواوين الأقاليم فنلاقي إن هما ليهم دور اجتماعي بمنع المشاحنات والنظر في الشكاوى. أما بالنسبة للجانب الاقتصادي فبيقوموا في بجمع الضرائب. أما بالنسبة للديوان العام فلهم برضو دور اجتماعي لأنه بينظروا في المسائل الخاصة بالقضاء والمواريث. أما بالنسبة للجانب الاقتصادي فبيقوموا برضو بعملية النظر في الضرائب والملكية العقارية. إذن بيقوموا مع بعض بنفس الأدوار الاقتصادية والاجتماعية، وكلاهما مكمل للآخر. شكرا. جميل جدا دكتورة ديانا، وده كان يعتبر شرح موجز لبعض النقاط الهامة على جزئية الحملة الفرنسية أو نزول الحملة الفرنسية على مصر وأثرها. هنبدأ ناخد بعض الأسئلة الاختيار من متعدد، ودي المواصفات اللي هي أجرتها الوزارة، ونبدأ مع مستر محمد حسن ونستأذن المخرج الجميل اللي جيب لنا الصفحة رقم 1. اتفضل يا مستر. سلقوا في اختبول أدى انشغال إنجلترا بعملاتها العسكرية في الحوض الشرقي للبحر المتوسط ضد فرنسا إلى، طبعا يعطيك 4 اختيارات. اختار الأول تغير طبيعة التحالف الأولى، هنا انتهاء به انتهاء التحالف الأوروبي، جيم انقسام عناصر التحالف الأوروبي، دال تغيير قيادة التحالف الأوروبي. هنا الإجابة يا شباب هتحصل، هتحدث تغيير قيادة التحالف الأوروبي عندما انشغلت دولة إنجلترا بخروجها إلى حوض البحر المتوسط لمواجهة الأسطول الحملة الفرنسية بقيادة نابليون. طبعا اللي مسك هنا الطريقة أو مسك مكانة
انجلترا اللي هي النمسا، فهنا حدث تغيير قياده التحالف الاوروبي. دي يبقى الاجابه هتبقى دال. نيجي بقى السؤال رقم 2، دخل نابليون مع المماليك في منازله قانونيه تهدف النزع شرعيتهم، ويستدل على ذلك من الاختيار الاول الف منشور في يونيو 1798، ب هزيمه المماليك في امبابه، ج عرضه الصلح على مربك، د فرار مربك للشام. طبعا انتوا عارفين يا شباب لما عند وصول الحمله الفرنسيه على نابليون الى مصر، طبعا نابليون عمل منشور بانه جيب بلغه التودن ان اكثر ايمانا من المماليك اعبد الله، وان انا ايه طبعا اقرب من المصريين، وطبعا المماليك ما كانش ليهم حق ان يمتلكوا مصر، كان كلام نابليون بنبرد. فطبعا نزل نابليون طبعا هاجم قواعد الحمله، هاجم الحمله الفرنسيه حمله اللي هي مدينه اسكندريه. طبعا محمد كريم تصدى ليها، طبعا قدر يهاجم على محمد كريم وانتصر عليهم. طبعا في موقف نقطه ثانيه، عندما برضو الاسطول الانجليزي لما استولى على حوض بحر متوسط واغراق الاسطول الفرنسي، تمام، حدث طبعا هنا تقاطع او حرمان الحمله من امتداد فرنسا لها الى مصر. طبعا مين هتتغذى فين وهتاكل شاف منين؟ طبعا هتفرض ضرائب على مصريين طبعا بالقسوه بالعنف. طبعا فهنا الاجابه هتكون اللي هي اثناء منشوره في يونيو 1798 اللي هو رقم الف. جميل جدا مستر محمد. ننتقل للصفحه رقم 2 مع دكتوره ديانا نصر ونشوف السؤال رقم 3 بيقول ايه. كانت اول مقاومه منظمه للحمله الفرنسيه في مصر متمثله في مقاومة إنجلترا، مقاومة المماليك، مقاومة الدولة العثمانية، مقاومة المصريين. السؤال ده احنا لو بصينا كده عن مقاومة إنجلترا، فطبعا مقاومة إنجلترا كانت منظمة لأن هي قامت بتدمير الأسطول الفرنسي في معركة أبي قير البحرية، وكانت المعركة لها قائد، فإذا هي هنا فيها تنظيم كامل بدليل كمان انتصارهم في المعركة اللي هي كانت بقيادة نيلسون. اما بالنسبه لو جينا نبص على مقاومه المماليك، فهنلاقي مقاومه المماليك تمت في شبرخيت وفي امبابه. هي كانت قبل تدمير الاسطول، ولكن مقاومه غير منظمه، وده بسبب النزاعات اللي كانت ما بين المماليك وبعض. وبالتالي بنلاقي حتى معركه امبابه كانت ما بين الحمله الفرنسيه وما بين المماليك، وكان قاده المماليك اثنين، مراد بيك وابراهيم بيك، وده يدل على قد ايه كان في نزاعات وصراعات بينهم. نشوف جيم بتقول لك مقاومة الدولة العثمانية، ما كانش لسه للدولة العثمانية أي مقاومة في الفترة الأولانية، وحتى لما بدأت تقاوم الدولة العثمانية ما كانتش لوحدها، فما نقدرش نقول دي مقاومة منظمة ليها هي. مقاومة المصريين حصل فعلا مقاومة من المصريين، وكانت في اسكندرية، وكانت في فعلا ليها قائد اللي هو السيد محمد كريم، ولكن ما نقدرش نقول إنها بقدر التنظيم الكافي، لأن ما كانش في استعداد، بس التنظيم مش قاصر على ان يكون ليا قائد، لا كمان لازم يكون عندي الاستعدادات الكافيه لمواجهه اي ظروف تحصل اثناء المعركه. فبالتالي افضل مقاومه كانت في البدايه كانت مقاومه الانجليز. الاجابه الف. رقم 4، اثبت الاسطول الانجليزي تفوقه على البحريه الفرنسيه للمره الثانيه من خلال. انا عايز دليل على ان الاسطول الانجليزي اثبت التفوق مره واثنين. طبعا عايزين نشوف الاختيارات كده بتقول ايه. فبيقول لك تفكير نابليون في ضرب انجلترا خارج اراضيها، مساعدة انجلترا لاهالي عكا، موقعة ابي قير البحرية، وصول الاسطول الانجليزي لابي قير البرية في فبراير. لو بصينا الالف، تفكير نابليون في ضرب انجلترا خارج اراضيها، ده الاثبات الاول، ده دليل على ان الاسطول قوي، لذلك فكر نابليون انه يضربها بعيدا عن عقر درها لقوة أسطولها. يبقى إذا ألف ده رقم 1، أنا عايزة في سؤالي رقم 2، عايزة المرة الثانية. طيب نشوف ب، مساعدة إنجلترا لأهالي عكا، لا ده حصل فعلا بس مش ده الرقم 2، أكيد في حاجة سابقاه. موقعة أبي قير البحرية، لا نقول هي طبعا، لأن موقعة أبي قير البحرية تمت في أغسطس 1798، بينما مساعدة إنجلترا لأهالي عكا دي كانت في مارس عام 1799. فإذا أنا بدور على رقم 2، دال بتقول وصول الأسطول الإنجليزي لأبي قير البرية. المعركة في أبي قير البرية دي كانت معركة ما بين الدولة العثمانية أو الجيش العثماني وليس الأسطول، الجيش العثماني، ولم تتدخل فيها إنجلترا. إذا إجابتنا هنا الأسطول الإنجليزي أثبت تفوقه للمرة الثانية في معركة أبي قير البحرية. الإجابة جيم.
جميل جدا دكتورة ديانا. ننتقل للصفحة رقم 3 ونشوف السؤال رقم 5 بيقول ايه مع مستر محمد حسن. طبعا السؤال اللي بيقول اعتمد نابليون في تأمين امتداد حملته من الغذاء بعد موقعات أبوكير البحرية عليه، يعني مصدر الأكل والشرب والطعام اللي اعتمد ايه على جنود الحملة الفرنسية. طبعا من خلال أقامة علاقات تجارية مع الشريف مكة، ده رقم ألف. رقم ب الاعتماد على موارد مصر، ج تطوير الزراعة والصناعة، د امتداد فرنسا. لا طبعا هنا طبعا موقعات أبوكير البحرية لما تم تحطيم الأسطول الحملة الفرنسية وهزمتها الأسطول الإنجليزي بيكات نيلسون، طبعا أصبحت الحملة الفرنسية محصورة تمام في مصر. طيب محصورة ليه في مصر يا شباب؟ طبعا الأسطول الإنجليزي أصبح يسيطر على حوض البحر المتوسط من جهة شمال مصر، وطبعا كده فرنسا مش تقدر ترسل امتداد سواء أكل أو شرب أو مال أو صغار أو أسلحة لمين؟ الحملة في مصر. طبعا من اللي بيضطر دلوقتي للنقطة الفاصل اللي هو الأسطول الإنجليزي. فطبعا نابليون أخذ يبحث عن مورد آخر في الاعتماد على الغذاء، فطبعا اعتمد على موارد الغذاء في مصر. فطبعا الإجابة هنا هتكون رقم ب. طبعا هنيجي هنا السؤال السادس، هزمت القوات العثمانية في أبوكير البرية، ما رأيك في العوامل التي دفعت إنجلترا لعدم مساعدة الدولة العثمانية رغم قوة وتفوق أسطولها؟ يعني ليه هنا السؤال بيقول لك يعني ليه القوات العثمانية لما هزمت من أبوكير البرية تمام كانت إنجلترا ما كانش لها يد مساعدة في هذا موقع أبوكير البرية؟ تعال نشوف إيه السبب. هل السبب الأول قوة فرنسا العسكرية؟ اثنين ب هدف استنزاف قوة فرنسا العسكرية، ج انشغالها بحوار شواطئ مصر، تل هي كانت قوات انجلترا بحرية وليست برية. طبعا الإجابة هنا هنقولها بعد نشرح النقطة دي. طبعا انجلترا ما تدخلتش في الموقع بين الدولة العثمانية والحملة الفرنسية، انجلترا أخذت تنظر كده بملاحظات تشوف ايه اللي هيحصل تمام بين فرنسا والسول الانجليزي السول العثماني. طبعا فرنسا هنا شباب طبعا قدرت تنتصر ايه العثمانيين طبعا، بس بيحصل ايه هنا بقى؟ هنا بقى مع تكرار المعارك والحروب اللي بتدير مع فرنسا ومع سواء مع المماليك او مع فرنسا او مع العثمانيين او السول الانجليزي، فحصل ايه؟ خسائر في الجنود، تناقص عدد جنود الحمله، وبالتالي هتستنزف قوتها العسكريه ومن السهوله ممكن تخرج من مصر في اي وقت تمام. هنا الاجابه هدفت به هدفت استنزاف قوه فرنسا العسكريه من خلال تناقص جنود ايه الحمله. فالاجابه رقم بها شباب. احسنت يا استاذ محمد. ننتقل للصفحه رقم 4 ونشوف السؤال رقم 7 مع دكتوره ديانا نصر. اتفضلي يا فندم. بعد فشل حركه علي بيك الكبير كانت السلطه الشرعيه في مصر في يد الديوان، الوالي، المماليك، الحاميه العسكري. لو بصينا في السؤال بعد حركه علي بيك الكبير، يعني عايزين نقول بعد فشل حركة علي بيك الكبير لما حصل الكلام ده من محمد بيك أبو الدهب وانحاز للسلطان العثماني وفشلت الحركة، مكافأة للسلطان العثماني جعل مصر ولاية عثمانية مرة تانية بس تحت قيادة شيخ البلد اللي هو محمد بيك أبو الدهب. في والي عثماني يثبت ولاية مصر تحت الدولة العثمانية كل شيء، ولكن برضو الحاكم الفعلي في البلاد هيبقى هو شيخ البلد، يعني هيبقى الوالي الموجود كده ده مجرد منصب شرفي. اذا الشرعيه هنا والحكم الفعلي هيبقى في ايد شيوخ البلد اللي هم المماليك. السؤال الثامن، اهتم نابليون بانشاء مجموعه من الدواوين كان الغرض النهائي منها نشر مبادئ الثوره الفرنسيه، تدريب المصريين على الديمقراطيه الغربيه التزاما بخصوص المنشور، تخطيط سياسات الحكم. طبعا احنا عارفين ان نابليون عمل مجموعه من الدواوين وكان الهدف الاساسي منها تخطيط سياسته، عاوز يخطط سياسته في مصر ويقدر يوصل ما يراه من قرارات عن طريق الطبقه الوسطى اللي هم الاعيان والعلماء. ولذلك مش ممكن نقول ابدا انه كان خايف على المصريين وعايز يعلمهم الديمقراطيه، ولا يمكن ابدا نقول انه عاوز ينشر المبادئ. طبعا هي الحاجات دي حصلت، تم تعليم الديمقراطيه فعلا، تم نشر المبادئ، بس مش ده الهدف الاساسي. انا عايز هنا الهدف الاساسي ليا، فالهدف الاساسي هو تخطيط سياسات الحكم. اذا الاجابه رقم د. احسنت يا دكتوره ديانا. ننتقل للصفحه رقم 5 ونشوف السؤال رقم 9 مع مستر محمد حسن. اتفضل يا مستر. السؤال التاسع، بالعمل نابليون على القضاء على فساد السائد في الهيئه القضائيه من خلال ايه؟ يعني نابليون اتدخل او حط ايده في اصلاح هيئه القضائيه في مصر اثناء وجوده،
ألف عزل قضاء الإتراك، ب تولية قضاء مصريين، ج إنشاء محكمة لكل طائفة، د إصلاح النظام الضريبي المعمول به. طبعا يا شباب هنا الإجابة أنتوا عارفين لما نبريل دخل في هيئة نظام القضاء عند عودته من الشام. ليه بقى من الشام؟ طبعا انت عارفين ان الحمله العثمانيه كانت الحمله البريه متجهه الى الشام وهتيجي من الشام الى مصر. فطبعا تيجي على مصر لمقابله الحمله الفرنسيه وهتدور بينهم معركه الاخراج فرنسا من مصر. طبعا نابليون توجه الى الشام تمام وقدر ينتصر عليهم في المعركه في الشام تمام. وطبعا اثناء رجوعه قال لك لا طالما الاتراك كل شويه يرسلوا حملات ويواجهوني فطبعا دخل ايه؟ ادي الحكم للمصريين واعمل اصلاح ضريبي هنا يا شباب. هو النظام الضريبي هو الاجابه هنا تبقى دال اصلاح النظام الضريبي المعمول به اللي هو يا شباب طبعا قال لك لا انا لازم ايه ادي الحكم القضاء للمصريين وليس الاتراك. ولذلك ايه قام بعزل فعلا الاتراك تمام وجاب كانوا من كلام المصريين وغير كده كمان اصلح النظام الضريبي المعمول به على المصريين. يبقى الاجابه رقم دال اصلاح نظام الضريبي المعمول به. نيجي 10 بيقول لك استفادت بقى الدولة المصرية في الوقت الحالي في علاج جائحة كورونا من إنجازات الحملة الفرنسية في المجال إيه؟ السياسي، الاجتماعي، الثقافي، الاقتصادي. طبعا الإجابة هنا تبقى اجتماعي. طبعا لما طبعا الشباب كان في أيام برضو الحملة الفرنسية موجودة في مصر كان في مرض برضو الطاعون. فطبعا مينو أثناء وجوده الحملة الفرنسية في مصر عمل محاجر صحية ليه زي مثلا المصحات او مثلا ايه عزل صحي. ليه بقى؟ طبعا مرض الطاعون ده بينتشر زي كورونا تمام بينتشر الى المصريين ومن السهل برضه مشابه الكورونا. طب مشابه الكورونا ازاي؟ فطبعا المرض هنا كان بينتشر بالصوره بيؤدي الى الوفاه وكان ايه عدوى بينتشر في الجو تمام. فطبعا مينو عمل ايه؟ محاجر صحيه. قال لك لا نعمل محاجر صحيه في رشيد ودمياط والقاهره في الوجه الشمالي لمنع انتشار المرض اللي هو الطاعون او المماثل دلوقتي اللي هو كورونا. فكده هيبقى الاجابه يا شباب ب اللي هو ايه الاجتماعي. شكرا زحمة. جميل جدا مستر محمد. ننتقل للصفحه رقم 6 والاخيره معانا والسؤال رقم 11 مع دكتوره ديانا بليفن. حدث تواصل فرنسا مع دول القرن الافريقي في المجال التجاري، السياسي، العسكري، الثقافي. في السؤال هنا احنا عايزين نتعرف مين دول القرن الافريقي اللي هي الحبشه واللي هي الصومال. فهل فعلا حصل تواصل ما بين فرنسا ودول القرن الافريقي؟ طبعا في عهد مينو لما عمل علاقات تجاريه مع الدول المطله على البحر الاحمر قال لك زي بلاد الحبشه وزي سنار ودارفور اللي هم في السودان. فاذا فعلا في معانا شق الحبشه موجود وكمان عندي منطقه جنوب السودان. فاذا الاجابه هتكون العلاقات التجاريه. اذا الاجابه الف. السؤال اللي بعده سؤال 12. انقسم المجمع العلمي إلى أربعة أقسام رئيسية. كان إنشاء الصحف يتبع قسم الرياضيات، قسم الطبيعة، قسم الاقتصاد السياسي، قسم الآداب والفنون. طبعا إجابة السؤال ده إحنا عندنا أربع أقسام بس يا ترى الصحف إحنا عندنا صحف سياسية وعندنا أو عملت الحملة جريدتين جريدة سياسية وجريدة اقتصادية. وادام في جريده سياسيه واحده اقتصاديه يبقى اذا دي بتختص او دي من ضمن اختصاص قسم الاقتصاد السياسي. اذا الاجابه رقم ج. شكرا دكتوره ديانا. شرفتنا مستر محمد. شرفتينا دكتوره ديانا. ان شاء الله نتمنى ان شاء الله نشوفك في حلقه قادمه وتمنياتي القلبيه بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا اللي بيشاهدونا الان. شكرا لكم جميعا.